أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل المشي حافيا مخصوص بالمشي إلى المسجد أم إلى المسجد وغيره؟ لكل شيء، المشي غير المسجد وغيره. ينبغي الإنسان إذا كان ما عليه ضرر، قال لك إذا كان الطريق ممهدا ينبغي أنك تمشي حافيا أحيانا، نعم، علشان رجلك ما تصير رقيقة ومترفة، ولو احتجت فيما بعد تمشي حافي لك، عندك مران على هذا وعندك قوة على هذا، نعم.